نقاط بين الشبيبتين بيجايا وسكيكدا لعبت بضغط وتكافؤ كبيرين، إلا أن النتيجة رجحت لأهل الديار. هدف السبق جاء مبكرا، حملته الدقيقة 7 من ضربة جزاء أعلنها الحكم إبراهيم إثر عرقلة خلاف في العمليات. التنفيذ تولاه كسيلة برشيش مثمرا الهدف الأول والأخير في اللقاء، لأن كل فرص التعميق وكذا التعديل باءت بالفشل. الشبيبة المحلية ضيعت مرارا وتكرارا وعن طريق بن سياح وبن غربي وآخرون، خاصة في المرحلة الأولى. في المرحلة الثانية أشبال بغرارة عادوا بقوة ومارسوا الضغط بصنع اللعب والفرص التي هددت كثيرا مرمى علوي، خاصة مع تراجع أداء الجي اس ام بي خلال النصف ساعة الأخيرة. مباراة استوفت أيضا حقها من حيث التغييرات من كلا الجانبين قصد إحداث الفارق الذي لم يأتي. والجديد الوحيد في الشوط هو خروج خليلي من جانب شبيبة سكيكدا بالبطاقة الحمراء إثر التدخل بقوة على بن مسعود في الوقت الإضافي، لتنتهي المباراة بتفوق شبيبة بيجايا بهدف للصفر وثلاث نقاط إضافية تنعش الرصيد. كما شفنا المقابلاني كانت حاسمه في 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 لقطه تاع ضربه الجزاء، وين يعني نقدروا نقولوا اني كنا حابين نتفاداو الاخطاء في بدايه المقابله، لان في كل مره نتلقاو اهداف يعني يقتلوا المباراه. انا نظن اني كانت ضربه الجزاء هي اللي مدت الانتصار لشبيبه بيجايا، رغم ان كان عندهم دخول قوي خاصه في 15 دقيقه الاولى او 20 دقيقه. ما يخفى لكمش باللي هذه اخر مقابله لي مع شبيبه كيكدا، خاصة يعني نشكر رئيس سي جيتاري جمال اللي كان انتدبني يعني في 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 مرحلة صائفة بعد اني ما مضيت في شباب بالكور، ورغم المشاكل يعني تاع الفريق يعني ما قدرتش بطبيعة الحال يعني كان ظروف ما تقدرش تعمل في شباب بالوزداد. ناداني سي جيتاري ساعدته يعني خاصة يعني كانت الوضعية صعبة تاع الفريق، فريق يعني اللي بدا التحضيرات يعني 15 يوم قبل انطلاقة البطولة، انتدابات يعني كانت متأخرة أيضا. أنا نظن عملنا في ظروف صعبة، خاصة أني المشاكل اللي كان يتخبط فيها الفريق، السيد الرئيس يعني وحده في دائما نوجده وحده مع الفريق، يعمل يعني بصدق، يحب الفريق نتاعو. أنا نظن أن الفريق هذا مش تاع جيتاري وحده، لازم الجميع يعني يوقف مع سي جيتاري، لأنه يعني فريق كبير بحجم شبيبة سكيكدا. انا جيت الفريق هذا باش نعاونه يعني، خاصه يعني كان في وضعيه صعبه، كان يعني نظن يعني هذا هو الشيء اللي خلاني فريق عريق. حاولت نقدم له اضافه، كانت يعني اتفاقيه مع الرئيس يعني خاصه يعني عندها حوالي اسبوع، تكلمت مع الرئيس قلت له، قال لي كمل لي هذه المقابله، والحمد لله يعني كملت المقابله هذه، وكما يقولون نطلبوا السماح من الانصار، لانه يعني عملنا بصدق، عملنا بنيه، وان شاء الله نتمنى حظ اوفر لفريق شبيبه سكيكدا مستقبلا بحول الله.